اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم قراءات جديده. ما زلنا مع شخص بولس الرسول وبندرس جوانب مختلفه وجديده بتعرفنا الشخص ده او بتعرفنا النص الكتابي بصوره جديده. والحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن بولس الرسول واللغات والنهارده هنكمل في الحلقه دي نعرف ايه هي الاربع لغات وايه كانت استخداماتها في عصر وفي زمن بولس الرسول بالرغم من ان الامبراطوريه الرومانيه اللي بتحكم العالم كانت اللغه بتاعتها هي اللغه اللاتينيه لكن العجيب انه في ظل الامبراطوريه دي اللي استمرت حوالي 800 سنه بتحكم العالم طول ال 800 سنه دي كانت اللغه الاولى واللغه الرسميه وهي اللغه اليونانيه أه الشيء ده سببه انه الـ 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 من وقت ما كانت الامبراطوريه اليونانيه اللي بتحكم ثلاث قرون كامله من 333 قبل الميلاد لغايه تقريبا 64 قبل الميلاد، الفتره دي كلها كانت اللغه اليونانيه هي اللغه اللي انتشرت وسادت العالم. ايه السبب؟ قصه كويس نعرفها. فيليب المقدوني والد الاسكندر، والاسكندر صغير السن قبل ما يحكم العالم، قبل ما يغزو. قبل ما تبان عبقريته وهو طفل. او هو يعني طفل في بدايه مرحله الشباب. جاب له معلم عشان يعلمه كل يعني ما يختص بالحياه، كل معارف الحياه. وكان المعلم ده اللي هو 1 تو يعني جاب له مخصوص المعلم ده هو ارسطو، المعلم والفيلسوف العظيم ارسطو. ارسطو قدر وهو عنده نظريه في السياسه يعني ارسطو ده على فكره كتب في علم الاجتماع وكتب في الرياضيات وكتب في الكيمياء كتب في كل شيء وبالتالي الشخص الفيلسوف في زمن المسيح وفي زمن بولس في القرون دي كان شخص موسوعي عشان كده ما نستغربش ان بولس عنده كل المعارف دي دي الطريقه اللي كانوا بيتعلموا بيها ما كانش فيه فكره التخصص يعني فالفيلسوف اللي زي سقراط ثم افلاطون ثم ارسطو وهم دول الاباء اليونان يعني عارفين زي ابراهيم واسحاق ويعقوب اليونان كانوا بيفتخروا انه ابائهم هم الثلاثه دول سقراط ثم افلاطون ثم ارسطو هذا الاب الاخير اللي هو النابغه بقى ارسطو ده العبقري يعني هو العظيم بينهم هم الثلاثه جابوا كمدرس ليه فقدر يقنع الاسكندر بعد ما تقدم في السن بالذات وفضل هو المعلم ليه وهو يحكم وهو العالم يعني انه افضل استعمار هو الاستعمار الثقافي بالرغم من مهارتك وقوتك العسكريه وبرغم من نجاحاتك دي كلها الاستعمار العسكري او حتى الاقتصادي الى زوال في يوم من الايام لكن الثقافي يستمر ويبقى ليه تاثير ويقلع الانسان من جذوره ومن انتماءاته وقال له انه افضل طريقه انتشار اللغه باللغه تنتشر الثقافه طبعا قدر ينجح في دي وصارت الثقافه اليونانيه بفضل الاباء الاوائل طبعا مش بفضل الاسكندر بس بسبب الثراء والغنى اللي كانت في الافكار اللي قالوها هؤلاء الفلاسفه فصارت اللغه اليونانيه هي اللغه الام هي لغه الامبراطوريه يعني حتى في فلسطين في اي مكان في في فيليبي اي مكان بتروحه اللغه الاولى المعروفه في العالم حتى لو عندك اللغه المحليه لكن غالبا بتحتاج وبتضطر تروح للغه اليونانيه انا نسيت اقول لكم كمان من الاشياء المهمه كانت في انتشار اللغه دي هي ترجمة الكتاب المقدس من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية ما يسمى بالترجمة السبعينية اللي تمت أو كان بدايتها من 285 ل 245 الأربعين سنة اللي حكم فيهم بطليموس الثاني ملك مصر هو اللي اشرف على الترجمه هو اللي صرف على الترجمه وصارت الترجمه دي محل تقدير عجيب معناها باللغه اليونانيه مش باللغه الاصليه مش باللغه العبريه واللغه العبريه النصوص العبريه كانت موجوده متاحه. لدرجه فيلو وهو مؤرخ ومفكر يهودي مشهور وكان عايش في اسكندريه كان هو نفسه بيقول ان انا اقرا اسفار موسى الخمسه بالعبرانيه بصعوبه شديده. وهو يعني وبالتالي لما تعرفوا انه بعد الرجوع من السبي بقى كانت في مشكله كبيره في اللغه العبرانيه واللغه اليونانيه هي اللي حلت محلها حتى في اللغه الدينيه يعني مش بس في الشارع مش بس في الثقافه حتى في الدين وبالتالي اشتهرت ووصلت لكل انحاء العالم. اللغه اليونانيه في زمن بولس هي كانت لغه الثقافه. ما فيش كتاب مكتوب الا باللغه اليونانيه. فانت عشان تطلع عشان تتثقف عشان تدرس في اي جامعه انت محتاج اليونانيه مفيش اي لغه تانية شوفوا مفيش اي لغة. بما فيهم اللاتينيه هنشوف بعد كده ايه مجال اللاتيني يعني ايه اللغه اللاتينيه كانت بتستخدم فين في ايام بولس لكن اللغه اليونانيه هي اللغه الرسميه تاني حاجه هي لغه الاداب والفلسفه والفلسفه هنا مش مش النظريات يعني الفلسفه مش اللي بندرسها في كلية الاداب ومش الفلسفه هي اللي موجوده في الكتب بس لا هي الفلسفه يعني اسلوب الحياه نظريات الحياه يعني كيف اعيش حياتي؟ كيف اعيش سعيدا؟ الفلسفه ما كانتش مجرد كتب لكن كانت بتودي الاتجاهات. ثالث حاجه هي لغه التجاره. ورابع حاجه هي لغه المراسلات. يعني بولس او غير بولس يعني يعقوب كل اللي كتبوا باللغه اليونانيه رسائلهم كل اللي كتبوا الاناجيل باللغه اليونانيه لان هي دي لغه الكتابه. هي دي لغه المراسلات. ما ينفعش غيرها تتقري. لو لو كتبت بلغه تانية مش هتوصل، مش هتتفهم، مش يعني اللي هيسمعوها مش هيفهموها. فانت بتكتب لكورنثوس، بتكتب لافسوس، بتكتب لكلوسي، بتكتب لروميا اللي هي المفروض اللغه اللي هناك هي اللاتينيه، بتكتب باليوناني. ويعرف و و اليوناني عارفين يعني طبعا بفارق التشبيه جامد يعني. فتره طويله اللغه المصريه ليه اتعرفت في البلاد العربيه كلها واتحبت وبقى سهل تتكلم مصري فالناس كلها تفهمك بأي لغه أو أي لهجة عربية بسبب الفن بتاعها ما هي دي الثقافة يعني بسبب الأغاني بسبب الأفلام كل الحاجات دي ساعدت إن اللغة نفسها تنتشر وبالتالي الثقافة اليونانية انتشرت وتعرفت واتحبت وغزت العالم بسبب زي ما قلت الأساتذة الكبار بتوعهم هي دي بسببها غزو العالم وصارت اللغة اليونانية هي لغة العالم في سؤالين بقى متى واين تمكن بولس الرسول من اللغه اليونانيه؟ مش اتعلم كيف تمكن متى واين تمكن بولس الرسول من هذه اللغه؟ الاجابه تحتمل ثلاث احتمالات او ثلاث مدارس كبيره عند العلماء. اول حاجه ان هو اصلا متعلمها كشخص مولود في طرسوس مش, أه مش, مش, مش في مش في اورشليم مش في اليهوديه مش مش في فلسطين. مش في فلس... فلسطين الراجل ده عاش طفولته بداية حياته اللي هي بنتعلم فيها اللغات البيت هو اللي بنتعلم فيه اللغة الشارع هو اللي بنتعلم فيه اللغة مش المدرسة وبالتالي الشخص ده لأنه مولود في طرسوس وقاله في طرسوس وطبعا مدينة أممية مئة في المئة وأهلها يتحدثون مش الأرامية يتحدثون اليونانية فنشئته في طرسوس وكمان فيها ثالث أعظم جامعة بعد أثينا وبعد الإسكندرية تالت اعظم جامعه وكان فيها مكتبه عظيمه فاللي عايز يطلع اللي عايز يتثقف كان بيضطر يعرف هذه اللغه اليونانيه. تاني حاجه او تاني نظريه انه قدر يتمكن منها اكتر لما تعلم تحت يدي غماليل الاول. غمالئيل ده قصه كبيره لما نروح للتقليد اليهودي ولما نروح للتاريخ اليهودي والمنابع الاولى اللي استقى منها بولس آآ آآ فهمه للكتب المقدسه وغيره لازم نرجع لغملائي الاول. هو من مدرسه هليل مش مدرسه شمعي شمعي والمدرسه دي هليل ده يعتبر الجد بتاعه يعني جده على طول جد غملائي الاول وغملائي الاول ده كان شخص حكيم جدا ومعلم عظيم وقدير للغايه ومبجل وهو يعتبر بعد موته اتقال انه يعني اخر العظماء ماتوا يعني في مش في جيله. في كل الاجيال اللي بعد كده يعني فيش لن لم ترى اليهوديه ولم لم يرى الاسرائيليين شخص زي غملائيل بعدي، فهو معلم عظيم بكل معنى كلمه من ضمن اللي كان بيعلمه مش الكتب المقدسه بس من ضمن الاشياء اللي كان بيعلموها هي انهم بيدرسوا اللغه اليونانيه والثقافه اليونانيه مئة في المئة يعني زي ما بتدرس في اي كليات النهارده كان من ضمن الاشياء والموسيقى في اشياء كثيره تعلمها بولس عند غملائيل ثالث حاجه في رأيي أنا بقي دي كل شوية بنقرب لفكرة ليه هو تمكن هذا التمكن أكثر من أي رسول تاني أنه بعد ظهور المسيح ليه وبعد آآ آآ اختباره للمسيح وبعد وصوله لدمشق وحنانية قال له إنك رسول الأمم وعرف إنه لازم يتخصص التخصص ده وأنه هيخرج برسالة مش لليهود لكن للأمم تأكد له أنه يعني عليه أن يتأهل وأن يكون مؤهل باللغة دي يعني دي لغة دي البداية يعني ما فيش أساس تاني إلا اللغة دي وبالتالي عاش من سبع إلى ثمان سنين في طرسوس ما نسمعش عندها حاجة الفترة دي هي من بالضبط من أعمال تسعة ثلاثين إلى أعمال حداشر خمسة وعشرين ارجعوا أعمال تسعة ثلاثين هربوا بولس إلى ترسوس أعمال حداشر خمسة وعشرين يذهب برنامج ليفتش على بولس حتى يجده بين تسعة تلاتين وبين حداشر خمسة وعشرين على الأقل آه سبع أو ثمان سنين هي من سنوات من ثمانية وثلاثين لأربعين خمسة وأربعين يعني هو ثمانية وثلاثين ذهب ففي السبع ثمان سنين أكيد يعني آه أخذها فترات استعداد بخلاف الثلاث سنين اللي كانوا في العربية الثلاث سنين في العربية كان بيأهل نفسه بالكتب المقدسة. بيجهز بالرساله بالانجيل بتاعه لكن بعد الثلاث سنين بتوع العربيه اللي راح بقى وعرض الانجيل للرسل اللي هم المعتبرين اعمده وسمحوا له بانه يخرج بالانجيل كان الثاني تاهيل ليه انه آه يكون جاهز كرسول للامم من ضمن الاشياء اللي اهتم بيها واللغه جنب اشياء تانية خاصه بالثقافه بقى ثقافات وعادات وتقاليد البلاد دي كلها بولس كان جاد بولس كان عبقري بولس ما كانش شخص منتظر يعني يعني شيء معجزي يعمل له حاجه هو يقدر يعملها بولس مبادر عشان كده بنكتشف هذا الشخص في انجازاته الهائله السؤال الثاني والاهم بقى مش اين ومتى عرف اللغه دي ايه الدله اللي عندنا انه كان متمكن باللغه دي ايه اللي يخليني ابقى قادر اقول انه على إتقان كامل باللغة اليونانية عندي خمس أدلة ده الأول الحديث اللي دار بينه وبين أمير الأمير في أورشليم اللي احنا اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت اللي هو موجود في أعمال واحد آه 21 من سبعة 37 إلى تسعة 39 لما قال له أيجوز لي أن أقول شيئا فالأمير قال له أتعرف اليونانية واستمر في حديث وابتدى يتكلم باليونانية إنه من طرسوس وإنه من كيليكية وإنه يهودي وإنه إنه وإنه وضرب وإنه وإنه بينهم حديث طويل فهو يستطيع أن يتحدث بطلاقة اليونانية تاني حاجة كل الكتابات بتاعته كل الرسائل بتاعته فهو لا يتحدث فقط لكنه يكتب باليونانية ولما نتكلم عن الكتابة بقى قدرة الإنسان في استخدام المفردات بتبان مدى غنى الشخص ده باللغة وتمكنه مش انك عندك مفرده بس بولس في موضوع الخطيه مثلا كلمه الخطيه يستخدم سبع مفردات عشان يبين الفروقات الطفيفه بس كلها عندنا احنا معظمها مترجمه خطيه او اسم يعني او تعدي لكن هو عنده سبع مصطلحات فهو مش مزنوق او مش مش محصور في جمله او كلمه او كلمتين لا لما يتكلم عن واحده من افضل واحب الخدمات الى قلبه الجمع لكنيسه اورشليم فعشان يجمع الاورشليم بيشجع الناس سيبكم من سفر الاعمال خدوا بس رساله كورنثوس مثلا بيستخدم تسع كلمات يونانيه عشان يدلل على الخدمه العظيمه دي طب الشخص اللي عنده الغنى ده وقدره انه يستخدم كل المفردات دي عشان يقول لي معنى واحد او كلمه واحده ده بيبان انه مش مجرد بيكتب رسائل، لا بيكتب باحترافيه بتمكن بقدره على انه يعبر يعني بادق ما يكون عن افكاره. ثالث حاجه فهو بس لا ليس فقط يتكلم او يتحدث اليونانيه او يكتب اليونانيه عدد الاقتباسات الهائل اللي من الترجمه السبعينيه. طبعا هو يعني استخدم العبر النسخ العبريه لكن عدد الاقتباسات اللي من النسخة السبعينيه ده بياكد إنه بيقرا اليونانيه فهو يكتب هو يتكلم هو يقرا اليونانيه ويقراها بسهوله ثم ثالث رابع حاجه انه قدر يصيغ كتير من افكاره في لغه شعر ينظم شعر هي بقت ابيات شبه قوانين إيمان في الكنيسة الأولى. يعني قدرتك إنك أولاً إنك تقتبس من شعراء ماشي زي ما عمل مع أبيمنيدس في تيتوس واحد 13. يعني فأنت تستسيغ الشعر أنت تقدر تنقل شعر أنت بتحفظ شعر والشعر ده مش موجود جنبك يعني مش في كتاب أنت بت... لا 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 ده موجود في ذهنك أنت بتقدر تسترجعه أنت بتقدر تردده فانت مش بس بتقدر تصيغ يعني تكتب شعر عن ناس شعراء انت شاعر ما يعني بيقولوا ايه الشخص عايز تعرف تمكنه من لغه ثلاث حاجات والثالثه هي مش مضحكه بس غريبه شويه لكن اول حاجه المفردات اللي بيستخدمها وانا اتكلمت عنها في موضوع الخطيه وفي موضوع الشركه الخاصه بكنيسه اورشليم فلو عندك مفردات هائلة بهذا الحجم عشان تعبر بكلمات دقيقة عن ما تريد أن توصله طبعا شخص متمكن تاني حاجة أنك بتقدر أولا تستمتع بالشعر لما بيتقال وتقدر تنقله لكن كمان تقدر تصيغه تقدر تكتب أنت شعر فده في صعوبة شديدة أنك نهاية الأبيات تبقى شبه بعض وغير ده, ده عايز قدرة يعني مش ممكن واحد حديث في اللغة يقدر يعملها لازم تقريبا تبقى دي لغته الاصليه. ثالث حاجه انه يستطيع ودي بقى في عصرنا الحاضر لو لقيت حد جنبك بيعمل كلمات متقاطعه لان هي عايزه برضك كم هائل من المفردات. مفيش حد مبتدئ هيقدر يدخل في المنطقه دي الا لو عنده قدره انه لكن الامر اللي انا مقتنع بيه بقى بسبب هذا الثراء اللي عنده في اللغه اليونانيه انا بسميه بحر. زي ما هو بحر في الثقافه وفي كل شيء عرفه ولم يرتضي بالقليل بولس بولس شخص طموح جدا في المعرفه طموح جدا في الخدمه بس مش طموح انه يلم معلومات بس انه يستخدمها ويستخدمها ويستاثرها لطاعه المسيح ولرساله المسيح فهذا الشخص انا دايما بتوقع منه اللي بيسموه الكمال يعني افضل ما يكون أفضل ما ممكن. لا وعشان كده مش بنستغرب من لما هو بيقول إن أنا كنت الأفضل أنا الأوفر أو أنا الأفضل من بين كل أترابي يعني كل الناس اللي في سني. أنا متفوق دايما وأنا يهودي متفوق وأنا مسيحي متفوق وأنا لا أعرف غير التفوق. وعشان كده أنا شخص ناجح. يعني يعني الشخص اللي بيمشي أو بيعيش عشان يرضي إلهه. وبيرضي هنا بيعيش في الدنيا هنا مش عشان بس يعني يحصل اشياء مرتبطه بمتعته او براحته هو بالعكس لم يجد يعني لم يعيش يوم راحه ابدا ابدا ولا يوم مصيف ده مش بولس بولس في جهاد مستمر في عمل مستمر وزي ما هو سمع المسيح بيقول طبعا هو ما سمعوش بشكل مباشر لكن زي ما الانجيل وصل له لما المسيح قال ابي يعمل حتى الان وانا اعمل عن يوم السبت مثلا ابي يعمل حتى الان وانا اعمل هو هو اخذ نفس الشيء الضروري وصار هو بيعيش ده لو الاب لو الابن يعملوا حتى الان ليه انا ما اعملش؟ ليه انا ما الامر نفسه؟ بولس كان شخص محتاجين نقرب منه اكثر عشان نعرفه أكتر وأكتر الثاني لغة وهقولها باختصار هي اللغة العبرانية طبعا اللغة العبرانية اللي موجودة في الكتاب بتاعنا هتلاقوها في كتابات تانية كلمة أرامية بدل عبرانية هتجدوا الكلمة اسمها أرامية واللغة دي هتكلم عنها بشيء من التوسع اللغة العبرانية دي وازاي بولس كان متأثر بيها وازاي كان يعرفها كويس ويتقنها يعني يتقنها في بولس والكتب المقدسه لانه اقتبس كتير من النسخ العبريه زي ما اقتبس من السبعينيه وقتها هنقول ليه راح هنا وليه راح هنا و... لكن ال... العبرانيه هو بان أو بالنسبه لليهودي هي اللغه المقدسه لغايه يومنا النهارده بيعتبروا اللغه الوحيده اللي الله بيتكلم بيها اللغه العبرانيه اللي موجود في عزرا وفي دانيال دي الكتابات مراسلات لكن الله كلمته هي لغه عشان كده مش قابلين فكره اليوناني كلغه الله يتكلمها. هم مقتنعين ان اللغه المقدسه هي لغه الكتاب المقدس هي اللغه العبرانيه. وبالتالي هي لغه المجمع مش بس لغه الكتاب هي لغه المجمع. كانوا بيصمموا في كل مجمع يكون في شخص لازم يقرا بالعبراني ويبقى في حد بيترجم. لكن المجمع مش هيقوم الخدمه مش هتقوم العباده مش هتبتدي. الا لو في واحد على الاقل بيقدر يتكلم يقرا بالعبراني من الكتاب المقدم المقدسه وحد تاني يترجم له بالارامي او باليوناني حسب وجود المجمع اللي المجامع كانت بره خارج اورشليم زي ما هي جوه اورشليم ثالث حاجه هي اللغه الدينيه يعني هي لغة المقدسه هي لغه الكتاب هي لغه الدين او الديانه هي التعاملات كلها الطقسيه المرتبطه بالذبائح المرتبطه بالاعياد وهي لغه المجمع وبولس كان مقتنع بكده، يعني انا انا وجهه نظري بولس كان مقتنع بدرجه كبيره بقدسيه هذه اللغه. لكنه لم يقف عند حدود اللغه دي. اللي عمله بولس هو اللي عمله فيلو ويوسيفوس المؤرخ اليهودي. انهم استقبلوا الترجمه السبعينيه باعتبارها في نفس مكانه النسخة العبرية اللي كانت بين ايديهم واحتفلوا بيها وقفوا صفوف الشوارع عشان يعني يحتفلوا واعتبروا ان النا الاشخاص اللي قاموا بالترجمة كان موحى اليهم يعني الله اوحى زي الكتاب الاصليين شوفوا اكتر من كده والكلام ده موجود عند فيلو يعني في كتابات فيلو وبالتالي ما كانش فكرة القدسية لكن فكرة ان اللغة العبرية عشان كده لما يعني نرجع لاعمال 26 14 تبقوا ترجعوا لاعمال 26 14 نشوف الله تكلم بانهي لغه مع بولس لانه بولس اختباره موجود في اعمال 9 متكرر في اعمال 22 متكرر في اعمال 26 المره الوحيده في 26 بنعرف ان الله لما كلمه كلمه بالعبرانيه يعني مع ان الاختبار كان في 9 واتكرر في 22 والمره الثالثه مكتوب في 26 لكن في 26 بس 26 14 بيقول هو بيقول ان الله كلمني بالعبرانيه وطبعا اقتبس هو كتير من نسخه النسخه العبرانيه من الكتب المقدسه انا هكلم اكتر الامر ده بس انا متاكد انه من ضمن الاشياء اللي اتعلمها عند غملائيل وعند قدمي غملائيل هي اللغه دي عشان يوصل لتحقيق الناموس الابوي وهكلم عنها في الـ في الـ في في بولس الرسول والتقليد اليهودي يعني ايه تحقيق الناموس الابوي دي ارفع ارفع درجات علميه دي اعلى بكتير من اي بكالوريوس عشان يصل مع معلمه الى الدرجه اللي فيها تحقيق الناموس الابوي خلوني في الحلقه اللي جايه انا كنت فاكر الموضوع هيخلص في الحلقه دي لكن خلوني لان لسه عندنا الاراميه وعندنا لسه اللاتينيه فخلوني في الحلقه اللي جايه نكمل مع بعض بولس الرسول واللغات